الحمد لله، نتائج الأعمال عن الـ9 شهور الأولى كانت قوية ومتماشية مع توقعاتنا. أعلى نمو في الإيرادات بنسبة 10.3%، أعلى نمو في صافي الأرباح بحوالي 24%، وتحسن في هامش صافي الأرباح بحوالي 80 نقطة أساس. جدير بالذكر أن جميع القطاعات حققت نمو خلال الـ9 شهور الأولى، وجدير بالذكر أيضا أن عملياتنا من مبيعات التجارة الإلكترونية حققت نمو أكثر من 40% لتصل إلى 180 مليون درهم. على الصعيد الآخر، الإيرادات المدفوعة بالابتكارات أصبحت تمثل 66% من نمو الشركة، ودي كلها نتائج قوية الحمد لله. بالنسبة للقطاعات، I think قطاع الوجبات الخفيفة حقق نمو قوي في الإيرادات بنسبة 14.2%، قطاع الأعلاف والدقيق حقق نمو قوي أيضا بنسبة 18.3%، أيضا قطاع المياه والأغذية حقق نمو قوي بنسبة 5.8%. ولو بصيتي جوه القطاع ده، المياه في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نمو أكثر من 9%، ودي أرقام قوية جدا في قطاع عالي التنافسية. حتى قطاع البروتينات رغم من تحديات سعر الصرف وزيادة التنافسية اللي بيواجهها حقق نمو بنسبة 1%. بالنسبة للأرباح، كل القطاعات حققت تحسن في هامش الأرباح ما قبل الضرائب والفوائد والإهلاكات، تتراوح من 100 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس ما بين القطاعات. طيب سيد شريف، يعني على مدار 9 أشهر كذلك الأولى، كان لديكم قرار بالخروج من أعمال يوبلي للألبان، كان هناك شطب أصول تقريبا لمرة واحدة بـ10 ملايين درهم. هل كان هناك يعني خطوات مشابهة؟ ولكن في المقابل، إلى أي مدى هذا القرار الاستراتيجي سوف يوفر كذلك ربما في المستقبل بعد خروجكم من أعمال يوبلي؟ شوفي، احنا دايما بنراجع المحفظه الاستثماريه بتاعتنا في العلامات التجاريه والقطاعات والمناطق الجغرافيه، وبنحاول نركز على الحتت اللي احنا عندنا فيها ميزه تنافسيه عاليه. بالنسبه لعملياتنا في قطاع الديري او اليوبلي، كان بيزنس صغير، ما كانش بيحقق ارباح بالنسبه لنا، لانه لو ما عندكش سكيل كبير في الديري صعب جدا تحقق ارباح. فاحنا قررنا نتخرج منه وناخد على المدى القصير شطب للاصول الموجوده بحوالي 10 مليون، ولكن ده هيوفر في السنه تقريبا حوالي 5 ل 7 مليون تحسن في الارباح سنويا. فده قرار بيحسن، له ميكس ايجابيه على الشركه يعني، وبيحسن نتائجنا ان شاء الله. نعم، انتم كان عندكم استاذ شريف حتى مبيعات القمح لمره واحده خلال فتره الـ9 أشهر على ما اعتقد ب 120 مليون درهم بالنسبه للقطاع الزراعي، هل سيكون هناك عمليه تعزيز لهذا القطاع بشكل اكبر؟ وهل مستهدفين مبيعات اكبر للمرحله القادمه؟ فعلا كان عندنا العمليه دي في الربع الاول. احنا قطاع الاعلاف والدقيق احنا الشركه الرائده في الامارات العربيه المتحده بالنسبه للحصه السوقيه في القطاعين. بنطور القطاع ده دايما، بنحاول نقدم ابتكارات جديده، خلطات علف محسن، خلطات دقيق سبيشال، والتوزيع بتاعنا وعلاقتنا مع الموزعين والفروع قويه جدا، وده قطاع رئيسي بالنسبه لنا وبنستثمر فيه للمستقبل ان شاء الله. قد ايه في حجم استثمار معين للقطاع مرصود يعني بالنسبه للشركه؟ شوفي، احنا بنستثمر فيه اكثر من التحول التكنولوجي، ان احنا بنحاول نزود بتاعتنا عن طريق التجاره الالكترونيه في هذا القطاع، بنحاول نقدم ابتكارات جديده، بنستثمر في الريسيرش والار ان دي، ونحاول نقدم ابتكارات جديده دايما تحافظ على حصتنا السوقيه المتميزه وتساعدنا نفضل دايما نمره واحد في هذا القطاع. نعم. طيب سيد شريف، مصر يعني أعمالكم في مصر اليوم، ونتحدث يعني ربما عن التأثير الذي طرأ مؤخرا فعليا والتطورات الأخيرة التي شهدناها، ما هي اليوم الاستراتيجية؟ هل هناك يعني فعليا وضعتم استراتيجية واضحة لما طرأ من تغيرات على سعر الصرف في مصر؟ وحتى بالنسبة لأعمالكم الخارجية اليوم، هل لدينا ربما توسع أكبر يمكن القول في المنطقة وخارج كذلك المنطقة في محفظة الأعمال؟ الحمد لله إحنا قدرنا نحول مصر من نقطة ضعف إلى نقطة قوة بالنسبة للمجموعة. إحنا عملياتنا في مصر تمثل حوالي 18% من إيرادات المجموعة. حققنا نتائج قوية جدا في مصر، حققنا نمو في الإيرادات بـ10.6% بالعملة الأجنبية. حققنا تحسن في هامش صافي الأرباح ما قبل الضرائب والفوائد والإهلاكات بأكثر من 4%. ليصل الى 19.6%، ودي نتائج قويه جدا. استراتيجيتنا في مصر كانت دايما تحويل مصر لمركز تصدير اقليمي للمجموعه،
الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، اتفاقيات التجارة الحرة، وانخفاض تكاليف الإنتاج. حققنا تصدير من مصر خلال 9 شهور الأولى بحوالي 73 مليون درهم، وبنستهدف 100 مليون إن شاء الله بنهاية العام، وده بيدينا تحوط طبيعي نتيجة تقلبات العملة، وبيعزز موقعنا في السوق. على الصعيد الآخر، بالنسبة للعلامات التجارية اللي استحوذنا عليها في مصر، علامات تجارية رائدة وذات حصة سوقية رائدة، ودايما بنحاول نحافظ على هذه الحصة السوقية وننميها ونطورها. يعني نعم، على سبيل المثال، في مجموعة أبو عوف فتحنا 49 فرع جديد خلال 9 شهور الأولى من هذا العام، وده تطور قوي جدا. طيب، انتوا اطياب ابو عوف على ما اعتقد ضمن عمليات الاستحواذ استاذ شريف اللي كانت، لكن اليوم انتوا عم تستهدفوا ايضا انشاء مركز تصدير في مصر. قد ايه راح يخفض عليكم التكاليف الان هذا المركز؟ قد ايه مستثمر فيه؟ وما هي الحصه السوقيه اللي عم تستهدفوها بالاسواق المصريه؟ والله احنا بنصدر من مصر عدة منتجات، بنصدر تمور مصر، بنصدر بعض منتجات ابو عوف للمملكة العربية السعودية، بنصدر فواكه وخضروات مجمدة لاوروبا، وبنصدر بعض المنتجات للامارات ايضا. زودنا الطاقة الانتاجية في بعض المنتجات، يعني عملنا خط فراولة جديد، عملنا خط قهوة جديد في مصر، استثمرنا حوالي 20 25 مليون درهم، وبن دايما بنقيم خطط التوسع في هذا المجال. الهدف من الاستراتيجيه دي انها بتعزز دخلنا من العمله الاجنبيه من عملياتنا في مصر، وبالتالي بتدينا تحوط قوي نتيجه اي تقلبات في العمله، وبتدينا ايضا قدره على ان احنا نمول استيرادنا من اي منتج واحنا بنستورده كمدخلات تصنيع يعني. نعم. طيب سيد شريف، كذلك سريعا يعني نقف على اليوم التمويلات، وتحديدا يعني مثل ما نشهد ربما على مسار السياسة النقدية قد نشهد خفض لمعدلات الفائدة مستقبلا، اليوم بالنسبة للشركة ومع مطلع هذا العام، يعني ليس فقط تكاليف التمويل التي ربما تؤثر على الشركات، كانت لدينا الضرائب اليوم، كيف يعني تم العمل على تحقيق كذلك نتائج مثل ما تحدثنا في البداية في ظل تكاليف التمويل التي لا تزال عالية، وكذلك اتخاذ هذه النسبة من الضرائب كذلك؟ احنا الحمد لله المجموعة قوية كاش جنريتيف، وبنحاول دايما نحسن رأس المال العامل وننتج نقدية أكتر، وبنستعمل النقدية دي في تسديد بعض القروض في حالة عدم وجود استثمارات طويلة الأجل أو استحواذات. على الصعيد الآخر، احنا علاقتنا بالبنوك الحمد لله قوية جدا، ودايما بنحاول ناخد سياسات تحوط وهيدج لتغير أسعار الفايدة. طبعا احنا شفنا ان أسعار الفايدة ابتدت تنخفض 50 نقطة أساس، وامبارح 25 نقطة أساس، واعتقد ان الكيرف هيفضل في النازل، وده بيساعدنا ان احنا نتعامل مع هذا بشكل أكتر فعالية. بالنسبة للوضع المالي للشركة فالحمد لله قوي، احنا عندنا نسبة صافي الدين الأرباح ما قبل الضرايب والفائض والإهلاكات 1.4، ودي نسبة منافسة جدا، نسبة تغطية الفائدة أكثر من 8 مرات، وعندنا قدرة على الاقتراض أب تو 2 مليار درهم. فالحمد لله الوضع المالي للشركة قوي، وإحنا دايما بنتعامل معاه بشكل فعال. نعم، نحن نشكرك أستاذ شريف الفحامة الرئيس المالي لمجموعة أغذية الإماراتية، كنت معنا من أبو ظبي. شكرا جزيلا.